وروى ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة عن الفضيل بن عياض أنه قال: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فالمقصود أيها الإخوة أن الارتباط بالعلماء نجاة للأمة من الفتن، وعصمة لهم من الزلل، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبارهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وجهالهم هلكوا، كما أثر مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.